ورا بعض واقفين بالألوف عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب مرمون بالظروف. واللعبة واضحة باختصار بين الكبار وبين الصغار. في قطر ودم وضرب نار وفي حصان اسود ما بين الناحيتين. ينفع يعدل او يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت لعب تموت من الخوف. طبيعي سنة الحياة ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشينا على عمى. واحد رجع والتاني تاه ويا اللي تاه. شوف مين تفرقه ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم صح وغلط باطل بحق بيتصدم. بريد حذر كل ما كان بريد ردم. ضمير صحي وضمير موافق يتعدم. سيناريو كان مفتوح واللعب على المكشوف. اللعبة واضحة باختصار بين الكبار وبين الصغار. في ما بين الناحيتين. ينفع يعدل او يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت العيب تموت من الخوف. الله يسلمك. حضرتك مين؟ حبيبتي انا عمتك اخت ابوكي دريه ديب. يا نورهان عمتي ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اكيد انت كدابه او بتخرفي. انطقي واتكلمي بسرعه. مين اللي بعتك وعايزه مني ايه؟ بطلي نقرزه بقى وتعالي اشتغلي معايا وخلصي وخلصيني. طب وهتلعب ازاي؟ ما تفهمني يا شكري. لو الجماعه اللي بره فتحوا مخهم معايا ونفذوا وعدهم ليا ورجعوني اقف على رجلي في السوق يبقى خير وبركه. وهو في حد يكره الرحمة يا خالد بيه؟ على فكرة ده مجرد كلام كلنا بنقوله، يعني كلام في الهوا. بس ساعة الجد حياتنا بتبقى غالية علينا قوي. فهمت أنا إيه بقى من خنتمتك سناء يا روح أمك؟ سناء جميل؟ لا يا بيه، أنا سناء فتوح. جابني هنا خالي صابر أشتغل مكان بنته اللي مشيت. فهمت. طب أنا طالع أرتاح فوق شوية. طب حضرتك يعني مش عايزني اعمل لك حاجه تاكلها، حاجه تشربها، حاجه ساقعه، حاجه سخنه؟ لا مش عايز حاجه. وبقول لك ايه، انا مش موجود. مش موجود ازاي يا بيه؟ حسك في الدنيا. وانا بقول لك راح انتحر اروح امك. بقول لك ايه، انا ما بحبش الغي كتير والكلام تسمعيه منسكات. انا ايه يا بت؟ مش موجود.
وترجع بالسلامة يا بيه. احنا موقفنا مع فتحي قانوني، قبضنا عليه متلبس في مجزرة وسط فيلته. أظن حضرتك عارف يعني إيه تلبس. يا مجدي بيه، تلبس، اشتباه، مفيش حاجة تمنع محامي من مقابلة موكله. يا هانم ده شغلنا مش شغلك. ومحدش منعك تعمل شغلك. أما أنا هعمل إيه وهتصرف إزاي؟ فدي حاجة تخصني لوحدي. حاضر حاضر
تمام تمام. تعالى وأي كلام بعد كده مش فارق معايا. للأسف يا حضرة الضابط، أنت ما تعرفش مين هو فتح زدان. عشان كده اطمن، عشان فتح زدان ما بيحبش الدم. وده من حسن حظي أنا، بس من سوء حظك أنت، عشان مش هسيبك. بس أنا عندي لام، عشان كده هسيبك. ماشي يا فتحي، ماشي. عايز تلعب معايا على نضيف يا فتحي؟ عايز تلعب معايا على نضيف؟ ما وعدكش يا فتحي، ما وعدكش. لا عشر حاجات. قول لي بس هبقى كويس ازاي؟ اديني سبب واحد. دي عربيتي، مره الفرامل، مره العجل. قول لي اعمل ايه؟ اخش يعني اطلب تعويض من الداخليه على اللي بيحصل في العربيه؟ نهار اسود. يعني فتحي كده قدر يهرب؟
صدقي هرب. هرب اعمل ايه يا اخي؟ الستات هيفضلوا ستات جوه البيت بره البيت في الشغل، لازم يدوروا كده ويدوروا على اي حاجه تضايق الراجل ويحطها لك قدامك كده. هرب يا هبه صدقي. طب عشان خاطر ايه ده شويه؟ انا هديهم امر دلوقتي بعمل دوريات ثابته ومتحركه على محيط المنطقه كلها، وهديهم اوصاف فتحي كمان. دار دار العريس دار. والحاجات دي مش هترجعه القفص. بس ماشي، اجراءاته لازم تتعمل. بقول لك ايه؟ لاقي لي حد يقطر لي العربيه وحصلني على المديريه. ماشي؟ حاضر. هو خالد باشا ماله؟ ها؟ لا ما يعني اللي بيحصل طلع جننته وحاجات كده، ربنا يستر. بس فتحي ده طلع مش سهل، ده مجرم محترف بجد، وشكله كده بقى هيدوخنا وراه. ربنا يستر، احنا شكلنا داخلين على سواد. السلام عليكم. بقول لك يا ابو الشباب. تمرني يا باشا. ليش انا كانت عربيتي عملت حادثه كده، قعدت ادور على حد يقطرني من الاتش، فجيت يجي كيلو ماشي، فكنت عايزك تتصرف لي بموبايل كده، اكلم حد من صحابي يبعت لي وينش وياخدني معاه بالمره. اتفضل اتكلم يا باشا، براحتك يا باشا، اتكلم براحتك. شكرا. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ امرني يا باشا. كوبايه شاي صغيره. تحت عمرك يا باشا، احلى كوبايه شاي يا باشا. شكرا. ان انا موجود خالص؟ انت ما بتفهميش يا بنت؟ يوه، هو حضرتك مستخبي من حاجه ولا ايه؟ مستخبي وبعدين يعني هي ستي ليلى ما جاتش ليه لحد دلوقتي؟ ها؟ قول لي بقى. غوري يا بنت اعملي لي كوبايه قهوه. يلا غوري من وشي. وما تدخليش نفسك في ملكيش فيه، يلا. طيب. يا تربو ما بتردش ليه؟ ايه؟ لا راجع المحامي ايه؟ انا هربت. تربو مش وقت حكاوي دلوقتي. كويس ان انت سلبت نفسك. اهم حاجه دلوقتي انا عايزك تجيب عربيه وتجيلي جري وتجيب لي معاك هدوم. ها؟ عارفين؟ بص يا سيدي. تمام. عارفها كويس. حاضر. عايزك بس تخلي بالك على نفسك لحد ما اوصل لك. مع السلامة دلوقتي يا فتحي. مع السلامة. Thank you.
وانت خارج يا بيه؟ انت من اهلك؟ ما حضرتك طلبت مني القهوه، عملت لك القهوه الساده اللي حضرتك بتحبها. اطفحي انت، صعبت كده. اطفح انا؟ ازاي يعني؟ دي قهوه ساده وانا ما بحبش القهوه. يا اختي هو ماله البيت ده ملخبط كده ليه؟ وجوز النجم كمان ملخبط. اللي حصل ده مهزلة يا أستاذ. يعني إيه؟ مجرم يهرب من وسطينا؟ خلاص نقعد في بيوتنا بقى ونلبس بيجامات. يا باشا يا باشا، أنا ما كنتش هنا أصلاً، ورجعت لقيت اللي حصل ده حصل، حاولت أمسكه بس كل اللي اتسبب في المهزلة دي يتحقق معاه، فاهم؟ عمرك عمرك يا باشا. الواد ده مش هنعرف نجيبه تاني. فتحي ده واد مش سهل، واسألني أنا. معاك حد يا باشا، بس أنا عندي فكرة، لو عرفنا ننفذها صح هنقلب كل هروب فتحي ده لمصلحتنا. انا مش عايز الغاز، ضغطي عالي لوحده. حاضر يا باشا. هو فتحي هرب ليه؟ وغامر بحياته ليه؟ مش عشان يرجع مراته؟ تمام. يبقى انا عندي كده فرصه اني اقبض عليه وعلى الناس اللي هاجمت الفرح بتاعه، ومش بعيد انه يكونوا هم نفس الناس اللي خطفوا غنيم، وممكن يكونوا هم اللي حاولوا يقتلوا نوران الدين مرتين. كلامك معقول، بس عندك خيط بقى تمشي عليه عشان تنفذ اللي في دماغك؟ عندي يا باشا، عندي خيط، وهفضل ماشي وراه لغايه الاخر. انت هتنقطني، قول لي ايه هو الخيط؟ حاضر يا باشا. انا حاسس كده انه الرساله دي فيها حاجه مهمه. فتحي قدر يهرب من البوليس دكتور. جود، برافو عليه، وعلى كده قدر ينفذ مهمته الاولى. تفتكر هيقدر ينفذ مهمته الثانيه ويوصل لنا؟ والله هيقدر مش هيقدر معرفش، هيبان ده خلال يومين. هو عايز يوصل لكرمه. وانت توقعك ايه يا دكتور؟ ما عنديش توقعات خالص، بس انا حاسس ان الراجل ده ذكي جدا وشهم وجدع وعايز يوصل لمراته. الاكل زي ما هو يعني كده مش كويس. شيل ده يا ابني وخد ده. حرام عليكي، انا مش عايزه اكل ولا عايزه اشرب، انا عايزه اخرج من هنا. انت بتزعق مننا؟ انتوا مين؟ مش مهم احنا مين. امال ايه المهم؟ المهم يا حبيبتي انك تاكلي وتشربي عشان لما حبيب القلب يوصل يلاقيكي حلوه. فتحي؟ هو فتحي فتحي هيجي هنا؟ انت عندك شك في كده؟ فتحي لو عرف طريق اصلا ما يفكرش مرتين انه يجي ينقذني. بس هو يعرف طريق منين؟ ما تخافيش، احنا هنسهل له المهم، وانت بقى وغلاوتك عنده. يا اما هيشغل دماغه ويدور ويحاول يوصل، واما يكون ما صدق انه خلص منك. ان شاء الله هيجي، وان شاء الله هيوصل وهياخدني من هنا، ويكون في عينك هيدفعكم ثمن اللي انتوا بتعملوه ده غالي جدا. ما تقلقيش يا حبيبتي، احنا هنكون في استقباله وهنحتفل بيه بطريقتنا. يعني انتوا كل اللي بتعملوه عشان ايه؟ عشان تخلوني طعم عشان توصلوا لفتحي وتقتلوه؟ ها؟ انا مش هسمح لك انك تعملي كده. فاهمه ولا مش فاهمه؟ انا مش هسمح لك تعملي كده بفتحي ده. انت عارفه ان لولا حياتك غاليه عندنا، ولازم لما حبيب القلب يوصل يلاقيكي لسه عايشه، كان زماني خلصت عليكي في حركه زي دي. بس انا قلب طيب وهسامحك، ونصيحه مني يا حبيبتي كلي واشربي عشان تعرفي تستقبلي عريسك، لان لو ما عرفش يوصل مش هيبقى ليكي اي قيمه عندنا، وساعتها انا اللي هدفنك، هدفنك مكانك. فاهمه؟ يلا روح. لك يا ترى معاك فلوس؟ اه معايا. بقول لك يا حبيبنا. ايوه يا باشا. الف شكر يا كبير. ده كتير يا باشا، والله ربنا يكرمك ويعمل بيتك يا باشا. شكرا.
على السلامة يا صاحبي. الله يسلمك يا تربو. أنا فلت إن الضابط اللي اسمه خالد ده بأعجوبة. طول عمرك جن يا فتحي. أنا كنت عارف إنك هتسلك نفسك كويس. بس مين خالد ده؟ وفين طارق الرفاعي؟ طارق الرفاعي بيقولوا مات في آخر عملية راحة. مسك الملف بتاعنا ضابط جديد اسمه خالد. بس ده غير طارق خالص، دماغ تانية. أنا مش عارف أقول لك إيه يا تربو. جبتك عشان تحضر الفرح. دخلتك في مشاكل ومتاهات ملهاش أي لازمة. كنت خلاص قربت تنساها. بس غصب عني يا صاحبي. ما تقولش كده يا فتحي. إحنا إخوات واللي يمسك يمسني. وبعدين يا أخي ما أنت كمان كنت بعدت عن الشر خالص. بس واضح إن الشر مش راضي يسيبنا في حالنا. بقول لك يا فتحي، هو مصرك في السجن. وغنيم خلاص خلصنا منه ومات. هيكون مين يعني اللي بيعمل فينا كده؟ مش عارف يا أخي. ممكن سراج يكون بينتقم مننا وهو جوه السجن؟ مش عارف يا تربو. هو ده اللي لازم أعرفه بسرعة عشان أرجع كارما. كارما اللي كل ذنبها في الدنيا إنها حبت واحد. الخطر بيحوم حوالي من كل حتة، وأي حد بيقرب منه بيتأذي. أنت لازم تهدى يا فتحي عشان نعرف نفكر كويس ونرجع كارما. كارما بالشكل ده هتضيع يا فتحي. عندك حق يا تربو. لازم اهدى وافكر عشان ارجع الكارما واوصل للي عمله كده وادفعهم التمن من دمهم. هو ده فتح زدان اللي انا اعرفه. على فين دلوقتي يا صاحبي؟ على اول الخيط اللي هيرجع كارما ويوصلنا للي عمله كده. طب يا فتحي نتصرف في النزيف اللي عندك ده الاول. مش مهم، نوصل لكارما، هو ده المهم. يلا يا تربو.
عدوك. دول رجالتي انا بربيهم عشان يبقوا رجاله مش عشان نقتلهم. انا اسف جدا يا مدام، اسف للي بيحصل ده. ده البادي جارد الشخصي بتاع حضرتك. ليتس جو. بس اقفل الشباك ده وخلي حد من رجالتك واقف هناك على طول. انتوا عايزين مني سيبوني بحالي. بس سيبها خلاص، عيب تتعامل مع الضيوف كده. ايه بس؟ تعالي 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 ما تخافيش. انت جيت هنا بالغلط على فكره، ما كنت يعني مش انت المقصوده، ده حد تاني. مش فاهمه يعني ايه حبيب القلب عشيق الروح. يور لاف فتحي هو اللي كان مقصود. فتحي الحق، انتوا لحقتوا اتجوزتوا ولا لا؟ يعني كل اللي بيحصل دلوقتي ده تصفيه حسابات بينكم. دوري دوري كام داون، احنا مش هنأذيكي خالص. انت هنا ضيفه معززه مكرمه، نصيحتي ليكي ما تعمليش كده تاني وما تهربيش، لانه المره الجايه مش انا اللي هتعامل معاكي ولا رجالتي. عارفه مين؟ هو نيم. يو ريمبر هو نيم؟ حاضر حاضر، انا مش هعمل كده تاني اكيد. اوكي اكيد. جود وومن جود وومن. باسل شوف المدام عايزه ايه؟ جيب لها كل طلباتها. دي ضيفه عزيزه عندي انا شخصيا. اوكي؟ يس سر. يو اندرستاند مي؟ اوكي ليتس جو. تشاو. باي. Is he okay? عفين. You speak English. You speak English. انت هتبقى كويس ان شاء الله، هتبقى كويس قدامك حاجات كتير قوي هتعملها لما تفوق ترجع للدنيا. Tomorrow will be okay. انا لسه عايش. Stop!
الغرقان منهي وخلصان وفيه الكسبان وفيه الخسران بس الموازين مقلوب على طول والبني ادمين مش بالمعدول داخلين في رمضان منهي وخلصان فيه الكسبان وفيه الخسران بس الموازين مقلوب على طول والبني ادمين مش مش لاقين جوكر ولا